الثالث المركز الرابع نرى ابو المعارف، ابو المعارف عوض بن حمد بن بيات الرميثي ياخذ المركز الرابع، والمركز الخامس ياتي الباز هنا بخيت بن حمد المري في مالك الباز اللي يتواجد على المركز الخامس. هذه الاسماء اذا مشاهدينا الكرام في اول ندى لانطلاقتها وتحدياتها الصباحيه في هذا الناموس، ناموس مميز اكيد وجميل يحتفل به الاخوه في هذا التنافس وفي هذا اللقاء، لقاء وصراع دائما يجمع الجميع في التنافس والتحديات المنطلقه. نعود لنتابع المركز الاول، وهناك سالم بن سيف الخصواني المنصوري يقدم لنا شاهين على المركز الاول وصداره هذا الشوط، يندفع اذا اكيد شاهين على المركز الاول ويسيطر على مجريات الشوط. اما المركز الثاني فننتقل الى شكلان، شكلان هل يشكل خطوره يا المزروعي محمد بن خلفان بن راشد المزروعي ياتينا على المركز الثاني في تحدي شكلان. والمركز الثالث، المركز الثالث الباز يحمل ايضا علامة الجودة، هذا هو الباز تعود ملكيته مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لبخيت بن حمد المري على المركز الثالث، المركز الرابع هناك شاهين وتعود ملكيته العويضة بن سهيل بن مضحية العامري ياتي في المركز الرابع، بينما ابو المعارف وانت عارف يا ابو المعارف على المركز الخامس لعوض بن حمد بن بيات الرميثي ياتينا مشاهدينا الكرام المركز الخامس، بينما الاسماء اللي مشاركه اسماء كبيره واسماء قمه في هذا الشوط ننتظر دور تفاعلها وتحدياتها في لقاءات هذا الشوط. ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى شكلان، تغيرت النتيجه، تغير شكلان، انتزع المركز الاول، كل الشعارات بدات تقترب، الهجوم مكثف في هذه اللحظات، ولكن وين؟ الله يا شكلان، الله شكلان مسيطر، محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، هذا راعي سويحان يسيطر على المركز الاول، يبغي البيان، بينهم المركز الثاني بن مضحية ياتي بن مضحية عويضة بن سهيل بن مضحية العامري ياتي في المركز الثاني ليقدم لنا شاهين على المركز الثاني وشاهين في المركز الثالث لسالم بن سيف الخصواني المنصوري. سلام يا راعي الزعيم سلام. المركز الرابع هنا بخيت بن حمد المري يقدم لنا علامة الجودة القطرية مع سلالة الباز ياتي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك ياتي بو المعارف، بو المعارف يغير وتعود ملكية العوض بن حمد بن بيات الرميثي. يا سلام يا راعي السمحة، بدأت الأمور تختلط مشاهدينا الكرام واقتراب الزمول من موقعها مكانها مناسباتها منافساتها في هذه اللحظات، ولكن أكيد بلا شك ستكون منافسات شيقة، 40 قعود يشارك في هذا التنافس، ولكن الأداء الأول التغيير الأول هناك تغيير يا سلام، كأن شعار بوشقلة يغير الأمور لصالحه ويندفع المركز الأول، حمد بن سالم بوشقلة المري خذ المركز الأول، الله احتل الصدارة، ما كان في المنافسة، ما كان في الإذاعة، لكنه غير وانتزع المركز الأول مع مصيحان في هذه اللحظات، يا سلام غير الأمور واحتل صدارة الشوط، المركز الثاني هناك محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يشكل شكلان أكيد قوة ضاربة للشوط، المركز الثالث هنا المركز الثالث ياتي بالمعارف عوض بن حمد بن بيات الرميثي ياتي بالمركز الثالث، المركز الرابع الباز وبخيت بن حمد المري ياتي في المركز الرابع، بينما خامس المراكز هناك ياتي حمد بن غانم الهديفي ليقدم لنا سراب في هذا الموقع في تنافس هذا الشوط، الخمس المراكز الاولى المتقدمه المنتحره على انها تكون دائما في صلب المنافسه وصلب التحدي والمشوار الصحيح، 6 كيلومترات تنتهي وتنقضي منها مشاهدينا الاعزاء، 4 كيلومترات ونصف الكيلو، ولكن الصداره لسلاله مصيحان، الله 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 يا مصيحان ويا ابو شقله في المركز الاول، حمد بن سالم بو شقله المري وركز يا ابو سالم، المركز الثاني
ثاني واصل الباز، الباز واصل في تحدي الباز، اكيد هذه السلاله معروفه بالقوه بالقوه والاندفاع الثابت الثابت. بخيت بن حمد المري ياتينا مشاهدينا الكرام على المركز الثاني، المركز الثالث شكلان محمد بخلفان بن راشد المزروعي، يلا يا المزروعي يلا يا المزروعي. نشوف المركز الرابع سراب محمد بن غانم الهديفي يختار يختار سلالة سراب. المركز الخامس هناك بالعشوي يغير الأمور بالعشوي مشاهدين الأعزاء، يأتي مغامر مغامر تعود ملكيته لعبد الهادي لمحمد بن سعيد بالعشوي العامري يحتل المركز الخامس مشاهدين الكرام، او المركز الرابع والمركز الخامس هناك ياتي مشاهدي الاعزاء هيام بن عبد الله بن ركاب العامري ياتي بشاهين في هذا اللقاء. هذه الخمسه المراكز الاولى والتغييرات المستمره الحاصله على هذا الشوط، ولكن شكلان للمزروعي مسيطر محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. نقترب من خط النهايه ونقترب من خط النهايه، خط النهايه النهايه وين؟ والمزروعي مسيطر، المزروعي مسيطر اقل من كيلو متر مشاهدينا الكرام، ولكن الصداره هناك 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 مع المزروعي. الهجوم الهجوم يا سلام، الله يا الزمول في موقع واحد ما كنها تتنافس ابدا، الله الطير طاير الزمول، ولكن الهديفي الله يا الهديفي سراب غير الامور. حمد بن غانم الهديفي انتزع المركز الاول مع سراب، المركز الثاني هناك اشوف المركز الثاني سراب 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 يغير في المركز الثاني، ياتينا لمايد بن مخيزيم بن مخيزيم المري ياتي مع مدلل مع مدلل. الله الله يا بوساق هذا هو اللي عند بوساق، ياتي مشاهدي الاعزاء مدلل يتدلل مدلل في اللحظات الاخيره اللحظات الاخيره. المركز الثاني هناك مداوي لمايد بن حلفان المري، مايد بن حلفان المري في المركز الثاني، لكن المركز الاول مسيطر جابر بن خيزيم المري. الله شوفوا شوفوا اللي قادم الان ناصر بن عبيد بن طحواره المهيري، الله الله مع النايف مع النايف. عاد مشاهدين الاعزاء لينتزع المركز الاول، تهانينا والناموس لناصر بن عبيد بن طحواره المري، ما كان في المنافسه ما كان في الاذاعه المهيري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني ثاني هناك مشاهدين الاعزاء بن مخيزيم جابر بن مخيزيم المري، المركز الثالث مداوي لعلي ولمايد بن حلفان المري، والمركز الرابع سراب لحمد بن غانم الهديفي، المركز الخامس ياتي شكلان مشاهدينا الكرام لمحمد بن خلفان بن راشد المزروعي. هكذا كانت النتيجه، ولكن هذا الشوط اكيد بلا شك مع مفاجاته الاخيره بحضور وتواجد النايف اللي احتل المركز الاول وانتزع صداره هذا الشوط مع الامتار الاخيره ليفاجئ كل الاخوه الملاك بالتنافس وانتزاع الصداره. درس توقيت الزمني مشاهدينا الكرام لحظة وصول النايف. إذا صاحب المركز انطلاقة أخرى مشاهدينا الكرام، سالم خليفة هو من سيتابع مع حضراتكم هذا الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بأذلل من أشواط السرعة، أشواط التحدي والإثارة والانطلاقات، أشواط الطفح. المسافة هي 6 كيلومترات في هذه الانطلاقات الجميلة في هذا الجو الرائع.